داخل شارع الفان في أبها. هذا شارع الفان في أبها، بتشوفونه إن شاء الله بالتفاصيل. طبعا باخذ جولة سريعة على شارع الفان كأنكم أنتم في نفس المكان، إن شاء الله التصوير بدون انقطاع. يعطيك العافية. هذا إيش؟ هذه ورد طبيعي. ورد أبيض. ورد طبيعي. ورد أبها ها؟ إيش يسمونه؟ النرجس. النرجس، يعطيك العافية. كم الواحد هذا العقد؟ هذه على 10 على 5 ريال. 10 و5، يعطيك العافية. في ناس تبيع هنا وفي شغلات فنية. زين. جميل ما شاء الله، جميل. شوف الأشجار بالإضاءات الجميلة، إضاءة حلوة صراحة. شوف زحمة الناس تتوافد على هذا الشارع، وفي بعد كافيهات حديثة زي هذا أروما كوفي. منطقة دخول شارع الفن على الجهة هذه، ندخل ان شاء الله. يلا يا شباب الحجاج، يلا دخول دخول، لا حد يوقف في الشارع، لا حد يوقف في الشارع. يلا المهم هنا البداية الحقيقية. خف روحك ابو عمار. يلا يا حجاج، يلا خف روحك. انا عندي كل واحد جهز توكلنا، جهز توكلنا. هذا بداية شارع الفن، متواجد الإسعاف، متواجد الأمن، وهذا إطلالة ومنظر بداية شارع الفن. جميل جميل جدا. العالم تصور هذه الإضاءات الجميلة. طبعا يطل ايضا على حديقة غناء شارع الفن، هذه الحديقة اللي فيها ورود، ان شاء الله تسرعون. هذا ورود شكشكة مضبطة. ان شاء الله جميل. طبعا ما تمر فيه السيارات، ان شاء الله كأنك في زفة او في عرس. هذا طبعا خط الرايح، هذا خط الجاي، اللي ابغى يجلس يجلس. جاي عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بألف خير من أبها البهية عروسة الجبال. شارع الفن، شارع الثقافة. نحن الآن في أحد أهم الشوارع المهمة في أبها، في وسط أبها. في هذا الشارع قريب من قرية المفتاحة، أحد القرى التاريخية وأحد أحد المواقع التي يمارس فيها الفنانين أعمالهم و بشكل عام، يعني من رسم ونحت وغيره وغيره من انواع الفنون العصريه بطريقه جميله ورائعه. فهذا الشارع الفن شارع عباره كان طبعا والى الان والى ما مازال، لكن صلى الله بعد ما يكشف هذه الجائحه، طبعا تعرض بعض الاعمال الفنيه وبعض اعمال الفنانين على هذا الشارع. وكذلك لدينا طبعا في والعروض اللي تعرض من مختلف الدول العربية، وأيضا حتى للأطفال يعرض لهم بعض الأعمال. أيضا بجوار أحد الحدائق المهمة والجميلة في هذا الشارع، وهذا الشارع حقيقة متنفس ثقافي.
وبالإضافة فيه أيضا مقاهي وجلسات بإمكان مثلا الفنانين والشعراء والأدباء وغيره ومن يهوى الاستجمام أو غيره أو السواح بإمكان أن يزورون هذا الموقع. لاحظ الإضاءات الجميلة الموجودة بالإضافة انتشار شجر الجوكراندا على طول مساحة هذا الشارع وبلونه البنفسجي المميز. تحياتي لكم وأتمنى جولة جميلة. هذا اللي أبغى يجلس في أحد الكافيات، هذا في أكثر من كافي للعوائل للعزاب. إذا كنت عائلة أو عزاب فلك مكان أنك تجلس هناك، شوفه بعد بعيد هناك الجهة الثانية. هذا مغلق اللي أبغى داخل التكييف. طبعا المكان يجونه مو بس سعوديين، حتى بعض الجاليات، هذا هنا جالية فلبينية، مجموعة فلبينيين جايين هذا المكان. هذا دليل عن أن المكان مشهور ومكان جميل ومكان معروف، شارع الفن بأبها. طبعا هذا المكان الجميل على جماله والشغل المحطوط فيه والترتيب اللي مشتغل فيه، إلا أن الدخول مجانا. شوف هالمكان الجميل، لا شك انه عمل مجموعة من الفنانين. طبعا شارع الفن يعني يبتدي من شارع وينتهي من شارع، هذه بوابة عسيرية جنوبية، هذا نهاية الشارع. بس بوريكم الشارع هذا هو بأكمله وبعدين برجع مرة ثانية، ركزوا. هذا نهاية الشارع، يعني انت عند شركة المياه الوطنية بإمكانك تدخل من هالجهة هذه. هذه البوابات العسيرية، بوابات أبها، بوابات الجنوب تصميماتها، وهذا المدخل الثاني للشارع. وهذه نهاية شارع الفن، إن شاء الله انبسطت. هذه البداية. شو الحلو جالس لحاله؟ ها؟ انتظر الشارع، بقية السواح وبقية الأحبة. يعطيك العافية. يا أهل أبها، الله يطعني عنكم، الله يطعني عنكم، يعني كأن جعل يومي قبل يومك.
اسكان لبسها منها لابها.